رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن قوات التحالف الدولي لا تملك صلاحيات لتنفيذ ضربات في الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة. يشار إلى أن التحالف الدولي قد نفى المسؤولية عن قصف قوات الحشد الشعبي على الحدود بين العراق وسوريا، وهو القصف الذي أدى لسقوط أكثر من 100 شخص ما بين قتيل وجريح بحسب بيانات الحشد الشعبي.